احنا بنتكلم في انفجار معلوماتي ادى الى وباء معلوماتي. وباء معلوماتي، دي جميل حقيقه، المصطلح ده. ويمكن احنا بنشوفها في كمتخصصين في حاجات كتيره قوي، صحيح. وليس فقط في فكره نشر الافكار الهدامه او المتطرفه. احنا بنتكلم على النهارده صناعه الاخبار الكاذبه والمعلومات شائعات. المضلله والشائعات، وده امر حقيقه حتى على مستوى الدول الكبرى بيعتبروه شيء خطر جدا ومهدد للامن القومي للدول، صحيح. ابتداء من الدول الكبرى زي الولايات المتحده والاتحاد الدول الموجوده في الاتحاد الاوروبي الى الدول البسيطه في اي مكان على سطح البسيطه حقيقه. صحيح. احنا قدام تحدي كبير جدا، ان نتيجه ان زي ما حضرتك تفضلتي التكنولوجيا بتغير اسلوب حياتنا بشأن ام لم نشا حقيقه، ده شيء خارج عن ارادتنا. احنا بنتكلم في 5 مليار بني ادم موجودين على الانترنت لمده 8 ساعات يوميا حقيقه، ده المتوسط كمان. متوسط طبعا، في ناس تقعد اكتر من كده بكتير جدا. وبالتالي الانترنت من اول لحظه هو بيئه مفتوحه لكل حد يكتب فيها اي حاجه. صحيح. وانما طبعا على الجانب الاخر في ناس بدات تستغل وتفكر فيما يطلق عليها هندسة السوشيال ميديا. وهندسة السوشيال ميديا ده علم كبير جدا حقيقة، ازاي اصنع خبر كاذب، ازاي اصنع معلومة مضللة، ازاي ان انا انشر هذه المعلومة كتبدو انها معلومة حقيقية، والمعلومة الحقيقية تنتشر من حدود 20 ل 40 ساعة الى ان يتم اكتشافها، ثم اعيد الكرة مرة اخرى. فاحنا قدام حقيقة معضلة بدأت تمثل خطر على الامن القومي للدول، مش الافراد بس. لا، لا طبعا، ان حضرتك انت بتقدري تشتغلي على مجتمعات حقيقه. وجودنا على الانترنت بيدي صوره كامله عن حياتنا، صحيح. عن طبعنا، عن اهتماماتنا، احنا وليتنا. بنكلم في ايه، ما بنكلمش في ايه. والنهارده الذكاء الاصطناعي كمان بدا يقدر يبقى قادر على تحليل كل حرف وكل كلمه وكل فيديو وكل صوره انا بطلعها، فاقدر اكون بروفايل كامل حقيقه او بصمه رقميه عن حضرتك من خلال استخداماتك للسوشيال ميديا، خصوصا ان احنا بنتبرع دائما بمعلوماتنا وبنتبرع بحياتنا الشخصيه بمحض ارادتنا، فمحدش يقدر يلوم الاخرين حقيقه. محدش بيخصبنا احنا اللي بنكتب بنفسنا، صحيح. بنطلع ستوريز وبنطلع بوستات ونطلع على التيك توك.